قمح ممكن انا كنت اول انا كنتش عارف قمح. انت كنت بتحكي الحكايه دي. فقمح كان يعرفه صلاح امين. صلاح امين كان يعرفه الاول لعيب كوره صلاح امين طبعا يعني مجال التعريف طبعا. فاول كان يعرفه الاول صغير. بعد كده حسين الشحات. فبعد كده انا يعني واحمد الشيخ برضو يعني عرفوه. فهو جه في السنه اللي فاتت اخر 2018 في بدايه 2019. فاما حجي ما هو قعد يشوفني فجالي البيت. فصادف ان لما جالي البيت كان يوم عيد ميلاده. عيد ميلاده هو 31/12 كان فيها. فانا عملت له في البيت عندي. فجبته بقى هو بيحب يعني بيحب لعبه الكوره وبحب النجوم يعني هو كده. وتقعدي معاه يوم كامل متتحكي بس. وهو عسل جدا. فلما جه بقى كان ادمان. فبقول له انت كام سنه؟ 33. فبعدها بشويه يقول لي لا انا 37. بعدها بشويه يقول لي انا 25. يقعد يلعبني وانا لسه هو وانا مش عايز يقول لي. فعملت له عيد ميلاده بقى. فجبت بقى اصحابي يعني كان لعيبه كوره معايا في البيت عندي. فمن ساعتها بقى امح بقى يعني ما شاء الله قريب منك قوي قوي. انت بتتفائل بيه؟ طبعا على طول لازم يكلمني كل يوم. لا امح يعني امح دايما بيصلي. ادخل عليه مثلا بتصلي ايه يا امح؟ بصلي. بصلي ياما بصلي لابويا دعوته مستجابه يعني الحمد لله يعني ما شاء الله عليه يعني يقعد اقول له بتصلي يقول لي بصلي لبابا وابويا وامي. لا امح من الشخصيات يعني ونقي كده وعسل اكيد ربنا يحفظها يا رب كده يا رب يا رب يا رب. طب